ادي البركه ديالنا اللي عايشين. لا وسلام على احلى مغاربه. السلام عليكم، شكركم لاباس عليكم، كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، قبل ما نبدا نصلي على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. توحشتكم بزاف بزاف بزاف، وسمحوا لي بزاف 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 حيت كنغبر عليكم، ولكن كل مره كيكون عندي سبب. ان شاء الله غادي نقول لكم السبب اللي خلاني هذه المره نغبر عليكم. المهم لقيتوني غادي نلبس حواجي غادي نخرج، حيت ان شاء الله غادي نمشي عند لوستي، عندها حفل خطوبه، بنتها تخطبات الله يكمل عليها بخير، فغيديروا حفل خطوبه، فغادي نمشي نبات عندها وثاني يوم نمشيو مع بعضياتنا. المهم لقيتوني محتاره شنو غادي نلبس. هو عامه غادي نلبس جلابه لانه القفاط اللي عندي وتكاشط كنت جيبو معايا من شحال هذه، فالموضه ديالهم قدامت واحد شويه، ماشي شويه بزاف كنظن. شي نهار غادي نشاركهم معكم وتشوفوهم وقولوا لي شنو كديروا بالقفاطن والتكاشط ديالكم اللي كيقدموا، شنو 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 ممكن نديروا بهم. فمهم عامه كيف ما قلت لكم غادي نلبس جلابه. الحفله ما غاديش تكون في الدار، غادي تكون برا، فما عرفتش صراحه اين الجلابه غادي نلبس. وفي الاول كنت معوله انني نلبس هذه الجلابه هذه اللي كنت شاركت معكم في المشتريات، هذه اللي كنت معوله غادي نلبس. اختكم عزيز عليها السامبل، هذه تقدر تبان لبعض الناس انها سامبل، انا بالنسبه ليا انها شارجي، ماشي شارجي بزاف ولكن شويه. مهم فكنظن الناس اللي بحالي اللي عزيز عليهم اي حاجه سامبل غادي تبان لهم هذه فيها خدمه. فما عرفتش محتاره الصراحه واش نلبس هذه ولا نلبس هذه الجلابه. هذه هي بنت لوستي قالت لي لبسي هذه لان هذه كتبان ليها مشارجيه، هانتوما هي فيها الخدمه هنايا في اليدين وحتى في الجنب، خدوم فيها الخدمه زعما من الفوق حتى لتحت. اللي محيرني انني هاد الجلابه هذه ضيجه لبستها في واحد الحضور فما ما بغيتش نلبس شي حاجه اللي ضيجه لبستها. فبصراحه اختكم في قمه الحيرة، هما قالوا لي جيبيهم بجوج ولبسيهم وديك الساعات كنقرروا، ولكن انا مايله لهادي حيت بغيت نلبس شي حاجه جديده، وهادي هما كيحماقوا عليها فبغاوني نلبسها. واخا ديجا لبستها في حضور كيف ما قلت لكم، ولكن ما عرفتش شنو غادي ندير. وهادي براسها راه شحال هادي هي عندي، ولكن كنظن ان الموضه ديالها باقه. مهم مقبوله ماشي بحال القفاط متكاشط اللي عندي قدام. مهم من هنا لتما يحل الله، اللي مكتبه لي راه غادي نلبسها كيف ما كتشوفوا عندي ناس صاك حل، لانه كنت معوله غادي نلبس هادي وكنت جايبه صاك حل، فهادي صراحه خصها صاك في البيج. وغادي نلبس معاها الصنداره، فكنت معوله هذا هو، هذا هو علاش معوله هما هادو هانتوما، هادي اللي كنت غادي نلبس. المهم نتوما راكم غادي تبقاو معايا حتى الاخير وغادي تشوفوا شنو غادي نلبس في الاخر. والله اختكم لحد الساعه راه ما قررتش وصافي كيف ما كتشوفوا لبسنا ونازلين. احمد ما غتسلمش على الاحباب ديالنا. سلم عليكم. احمد ربط يدي، عندي قال لي اصابه من عند الله، نعس حسلام فقم. سبحان الله ما عرفش علاش، ولكن محتاج دعواتكم بالشفاء، بحس عندي بطولات وعندي حركات، ولكن بنستعد للعرس بقى ديال خطوبه. خطوبه قرايه فاتحه، احنا بنقول عليها قرايه فاتحه، ماشي ديال اختك، بنت اختك. بنت اختي يا ربي اسمحوا لي، دماغي والله مش فيا، بحس لما باجي امشي احمد كيكون دماغي بتبقى بتفكر في 100 حاجه. واسمحوا لي اكتر، بغيت نسلم عليكم ونقول لكم يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده وبسعاده وبكل حب، واسمحوا لي بزاف. يلا المهم حنا غادي ننزلوا، وداكشي اللي درناه ان شاء الله هاد الايام غادي نشاركوه معاكم. السلام عليكم. بديت الفيديو معكم في الدار عندي، وكيف ما قلت لكم جينا عند لوستي وصافي وقع الاختيار على الجلابه ديالي. خاص احمد يقلب لي الكاميرا باش تبان لي الجلابه. زوينه والله العظيم زوينه. صافي قررت انني نلبس هذه. المهم مرتاحه فيها
مازال انا كنكمل احمد مازال ما لبسش يزيد لا فيست. الهام الغيره النهارده هتكون عندها بزاف. علاش وتسمح لي؟ حس انا متهلي في راسي و انت متهلي في راسي. والناس بقى يعكسوا فيا وبتاع وكلام. انتوا عارفين ان انا محبوب الجماهير. المهم حنا دابا غادي صافي جات لقيته باش نخرجوا نمشيو الخطوبه او الحفله كاينه في يخت. فدابا غادي نشدوا الطريق وغادي نمشيو وانتم معانا. والواد ده هو حلويات وبيحكوا عنه في الحكايات والواد ده هو الواد ده هو حلويات والواد ده هو حلويات. مساء الورد عليكم والحب والسعاده. ومعنا الشاهد. اكيد غادي تكون عقلت على شاهد. قولوا ايه رايكم؟ قلت لكم شاهد كي جاتكم. شوفوا انا في المناسبات ما هايبر يعني كيكون ناشط وبفك القيود وبتحول وبنفك الاعزمه وبنبقى هايبرين. ولع شافونا في عيد ميلاد خالك. كنا اكثر من كده كمان. احنا عائله ناشطه ماشطه طبعا. واحمد مازال ما لبس طبعا مازال ما كملش اللبس مازال يعني. كنت بعمل الاستشوار فمازال غادي يلبس لابس. جبت حته حذاء واو تحفه. حذاء يعني اختيار الهام ذوق الهام صح. واللبس بتاع الهام تحفه تحفه تحفه. زوين عجبك؟ تحفه تحفة وهتنور بيه طبعا الفرح. وكمان هي منورة كمان بقى. يلا نقول مع بعض صلاة وسلام على رسول الله إلى سيدنا جسدنا محمد على معجل علي. ثم بعد ما قلت لكم كنت محتاره شنو غادي نلبس وقع الاختيار على هذا. ياك زوينه. لا جميله جدا جدا جدا. بص انا مش فاهمه الحقيقه بس انا قلت لهم زوينه انا فهمتها. قلت لهم ان انا كنت محتاره البستي ولا لا. لا جميله دي احلى طبعا. دي احلى بكثير ولايق عليها جدا والستايل اصلا عاجبني جدا جدا جدا. عايزه واحده انت احلى مغاربه. الله يخليكي. المهم احنا دابا غادي نركبوا باش نمشيو للحفله. هي اسمها ايه؟ حفلة خطوبة في اليخت خطوبة. خطوبة غادي نمشيو للحفلة ديال الخطوبة. الو ان شاء الله داكشي اللي غادي نديرو غنشاركو معاكم. اوعى تروحوا في اي حتة اليوم يوم غير عادي. هيا حماتي اللي كتسولوا عليها بيسألوا عندي كتير بيقولوا لي هي فين. ليكوا عاملين ايه؟ عقبال عندكم احفاد بتتخطب وبتتجوز. هادي البركه ديالنا اللي عايشين على حسها وبخيرها. الله يخليكم بعضياتكم يا ربي. دايما بيسالوا عنك المتابعين اللي بنعمل لهم الفيديوهات. العافيه ويبارك لهم. عقبالهم بقى يتجوزوا. اللي متجوزش يتجوز. اللي متجوزش يتجوز. واللي ما خلفش يخلف. ابو العروسه اهو. ابو العروسه. الناس الجديد احمد شاري فيست جديده. عمركم شفتوا احمد بهذا الستيل هذا. يلا البس نشوفو كي غادي تجي. راجل بقى متحاول دايما اكون رياضي مش متحاول على احمد ديما كيلبس سبور. زوينه تبارك الله عليك.
وسع وسع بلاتي وسع وسع ومين اللي جاي نا 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 نا. ايه رايك حلو عريس ما شاء الله يا لو عليكم بنت عمارات عمارات اقسم بالله البركه عريس جديد نشوف له عروسه جديده ولا ايه لا ها نجيب له عروسه جديده يا ماما لا بقى انت اهو انت البركه فيك الله يخليك انا مش شارح 204 لا ياك يا 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 بنت اختك يا شباب امارين امارين تبارك الله عليكم العلم انت طبعا انت بنت صوره بقى صوره ايوه عاوز هو عبد الرحمن اكيد عقلت عليه اخو العروسه ازيكم عاملين ايه ربكم بخير اها بخير انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده أيوة. اعملوا لايك واشتراك ايوه وكومنت ايوه بغيت نقول لكم بلي عبد الرحمن عزيز عليا بزاف من اقرب اشخاص لقلبي لحقاش انا وياه مزيودين 12 شهر طب يلا شهر سبعة. يلا نعطي له بيزو يلا يلهم معاه اوهو يلا مش عارفه ايه ده هي ها ابن الجيران شاغل لنا عنايا وانا في المكان وفي خلق حواليا شفت القمر سهرني ليالي وهموت عليك رب العالم بيا وتجيك تلاقيني لسه بخيري مش هتبقى غيري ايوة انا غيري ما فيش بهواي انت لسه معايا عينك دي ليا مرايا يا جمال بلاية I'm gonna make you mine.
سكر محلي محطوط على كريمة كلامك شغلني وعنك برد فيها فهمت عيني من قبل ما تكلم مش عايز غير وهاني رجعت لكم عاد تاني ولكن هاد المرة من الدار صافي سالات الحفلة احمد وصلني ومشى الخدمة ديالو المهم دوزنا واحد الوقيتة زوينة نشطنا مزيان افراح ديال المصريين تختلف تماما على الافراح عندنا حنايا في المغرب وكيف ما شفتو اختكم لبسة جلابة بصراحة كيعجبني في اي مناسبة انني نحضر بالزي ديالنا انا من اول ما جيت من قبل كاع ما ندير اليوتيوب وقت ما كانت شي مناسبة في العائلة ضروري كنلبس الزي المغربي ديالنا اي وحدة او اي واحد بعيد على بلاده طبيعي انه كيكون عنده واحد الرغبة بانه يعرف بأي حاجة كتخص بلاده سواء الزي الطبخ اللهجة كيف ما ديجا قلت لكم اي واحد فينا في اي بلاد دائما كيكون كيمثل البلاد ديالو فخصو يمثلها احسن تمثيل ودائما بين انه كيعتز بالمغربي ديالو واننا نلبسو الزي ديالنا في برا بلادنا هذه من الحوايج اللي كتبين على التمغربيه ديالنا احمد كيعجبو يلبس الزي المغربي وحتى الاهل ديالو كيعجبهم وكنحسهم كيكونوا فخورين بيا وكيعجبهم الحال ملي كنكون لابساه وسطهم وكنكون باينه متميزه صراحه بالجلابه كنت حاسه ان الانظار كانت عليا المهم شي حاجه اللي هي كتشرف وهذا الشيء اللي كاين نسيت ما قلت لكم شكون بنت لوستي اللي تخطبات شروق اكيد راكم غتكونوا عاقلين عليها اللي متبعني من شحال هادي او غير من رمضان اللي فات كانت دارت معايا شحال من فيديو فشروق هي اللي تخطبات مبروك عليها والله يكمل لها بخير وعقبال كاع البنات والدراري اللي باقي ما تزوجوش الله يرزقكم الزوجه والزوج الصالح كنظن هنا غادي ننهي الفيديو كنت كنتمنى احمد ينهي معايا الفيديو باش حتى هو يقول لكم الانطباع ديالو ولكن كان ضروري انه يمشي الخدمه فمهم ماشي مشكل تهلاو ليا في ريوسكم وما تنساوناش من اللايكات ديالكم وما تنساوش انكم عزاز عليا بزاف 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 وبسلام عليكم.